سالو مي شيغ زلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا درس جديد اوغال. من قبل غير بالنسبه لي الله يشاركوا جداد ولا اللي بالنسبه لي ما عارفينش، بالنسبه للدروس ديال باركور، غير باش ما تقولش انني مثلا كتسناوني خدمي هاد لاباج، دخلوا البلاي ليست قلبوا فيها، حيت انا العام اللي فات راه خدمت تقريبا دروس كاملين ديال الدوره الاولى، اما الدوره الثانيه راه كلشي كاين. الدوره الاولى ناقصني هي شي حاجات، انا دابا كنكمل. دونك هنايا عندنا اكتيفيتي اوغال 2، بمعنى حنا ديجا شفنا اوغال الاول. هنا العنوان ديال هاد لاكتيفيتي بريزونتي ان كونت روندو، بريزونتي غنقدموا واحد لو كونت روندو دارتيكل. هذا حنا خصنا نعرفوا شنو هي كونت روندو، اي سوركم شنو هي لو كونت روندو، على واحد المقاله سور لونفيرونمون، على البيئه. اذا بعدا خصنا نمشيو حنا مرحله بمرحله. كيس كان كونت روندو، شنو هي الكونت روندو اللي غنقدمها انا، شنو بعدا هاد الكلمه ديال كونت روندو. اذا نعطيكم التعريف ديالها، لو كونت روندو دو بريس ايت ان ريزومي. بعدا لو كونت روندو بحالو بحال واحد الرابور، تقرير، عندك واحد الحدث كتعطيني تتعطيني التقرير ديالو، يعني ريزومي بحال تلخيص دان ايفينمون ديال واحد الحدث. و لو جورناليست اللي الصحفي انفورم لي ليكتور، كيعلم فيه لي ليكتور القراء اللي هما حنا، علاش كيعلمهم؟ يعني بان كيعطيني التقرير ديال واحد الحدث، كيعلمنا على لو ليو، يعني داك الحدث راه ها المكان ديالو، كيعلمنا على لو طون، ها الزمان ديالو، لي زاكتيفيتي مثلا اللي دارو، لو بوبليك سيبل، يعني شكون الناس اللي مهدوفين، هنا اللي من باغي يوصل هذا الميساج، لي ريزولتا، النتائج ديال هذا ليفينمون هذا، دو سيت ايفينمون، لا. يعني لو كونط روندي بحال اي حاجه كنوضو نديرو عليها كونط روندي، بحال كنديرو لها التقرير الرابور ديالها. لوتور راكونت دو مانيير اوبجيكتيف، وهاد التقرير انا كنعاود فيه بواحد الطريقه اوبجيكتيف، يعني موضوعيه، ما كنهضرش وكندخلش انايا الراي ديالي، كيما قلت الحاجه كيما كنقولها. سولا نونبيش كيل بو فير دي كومونتير سور ليفينمون، يعني انا اوبجيكتيف ماشي سوبجيكتيف. واحد الظاهره كنهضر عليها كما هي، هي كتعطي التقرير المعلومات المهمه، يعني بحال الغيزومي، يعني رابور دون ريونيو. مثلا عندنا واحد درنا واحد الاجتماع كنوض ندير واحد لو كونط روندو عليه، ها الناس اللي جاوا، هادي ايتترا. دو كومبيان دو تيكست ساجيتي، دابا شحال من تيكست عندنا؟ دونك نو زافون دو تيكست، بروميير دوكيمون اي دوزيام دوكيمون. كيل لو جونغ دي دو تيكس، انا كنعطيكم هاد الاسئله اللي الاستاذ يبدا يسولكم عليها، يعني في الاول غادي يسولكم، ماشي نيشان تجاو تقراو تاع تمهدو بعدا. دي زارتيكل، شنو هو النوع ديال شي؟ هادو مقالات، دي زارتيكل. دونك كو ريبريزونت لي زيلوستراسيون، هاد الصور هادو دابا اللي عندنا شنو كيقدموا لينا، اش بان ليكم فيهم؟ هنايا عندنا الاول الدوكيمون الاول، عندنا لو ماروك فو سوفي لو سانج ماغو، اماكاك اون دونجي. هنايا عندنا ان سانج ماغو، هذا النوع ديال هاد لو سانج ماغو، او ماكاك دو بارباري دون اون فوري بري دازرو، يعني هذا فواحد الغابه قريبه من ازرو، دون لي مونطاني، يعني في الجبال دو موين اطلس، الاطلس المتوسط. لو 15 افريل 2017 او ماروك. هنا شنو كيبان لينا في هاد التصويره هادي؟ شنو كتقدم لينا؟ ايل ريبريزونت ان سانج دو لاطلس، يعني كتقدم لينا واحد السانج ديال الاطلس متوسط. هنا في دوزيام نقسموهم، اولا هنا شنو عندنا؟ عندنا واحد الكره ارضيه، ياك كره ارضيه وفيها المصانيع وفيها الدخان والتلوث والطوموبيلات. دونك هنا عندنا مناس ديكستينكسيون دو لا في سور لو غلوب تيغستر، الكره الارضيه سميتها غلوب تيغستر، يعني مهدده باش الاكستينكسيون والانقراض. هنا شنو عندنا؟ شنو كيبان لينا؟ كيبان لينا واحد لورس، واحد الدب وثلج. اذا شنو نقدروا نقولوا على الصوره؟ اون فون دي غلاس، بدا عندنا ذوبان الجليد بسبب الحراره والارتفاع والتلوث، الثلج كيدوب. اذا ان اورس سور اون غلاس، اذا هو واقف غير في واحد القطعه ديال الثلج، اي اون فوا دو ديسباريسيون، وعلى وشك ولا في طريق الانقراض، يعني هو البلاصه ديالو لابيتا نورمال ديالو، السكن الطبيعي ديالو ما يبقاش، اللي هو الثلج. اذا هاد لي سورس كينقرضوا. illustration représentant le réchauffement climatique. اذا هاد الصور شنو كتقدم لينا؟ كتقدم لينا الريشوفمون كليماتيك، الاحتباس الحراري. عايسولكم الاستاذ شنو هو الاحتباس الحراري؟ دونك الاحتباس الحراري نعطيكم واحد التعريف، هو الحراره مرتفعه، هي لوكمونطاسيون، ارتفاع دو لا تمبيراتور مويان، يعني الحراره العاديه على سيرفاس دو لا بلانيت. هذا مزال غادي تقراوه من بعد، ولكن هذا كتعريف، يعني على مستوى سطح البلانيت، هذا هو الاحتباس الحراري، هو الحرارة بزاف مرتفعة. إذا دابا نقراو التكس الأول، سول ماكاك فيفون أوغ داسي لو ماغو، يعني هاد لو سانج هذا، هاد النوع من لي سانج سميتو ماغو، يعني ماكاك، ماكاك دو بارباري، كي بو بوزي 15 أ 20 كيلو،
يعني الوزن ديالو كيوزن ما بين 15 و 20 كيلو. التيت اوتر فوا كانت شحال هادي ريبوندو اون افريك دو نور، يعني كان هو منتشر شحال هادي كانت بزاف كثره في افريك، مي ديسباري ولكن اختفى دوبوي 1900، ولكن اختفى من هذا الوقت هذا دو تونيزي، اختفى بعدا من تونس ما بقاش فيها. اي نو في بلو اجوردي كوماروك، دابا كيعيش واحد شويه منه كيعيشوا في المغرب دون لي زون مونتانيوز، يعني في داك المناطق الجبليه دو ريف ديال الريف. اي دو مويان اطلس، شوفوا الاطلس المتوسط انسي كون الجيري سورتو دون لي ماسيف دو كابيلي، يعني في داك المنطقه ديال القبائل اللي كاينه في الجزائر. هذه هي environ، يعني حوالي ممكن تعطونا تقرير على لو سانج 230 ماكاك دو باربري انتخودوي دافريك دو نور فيفو سي ان جيبرالتار، يعني جبل طارق، و ايل كونستيتو اون سيليبر اتراكسيون توريستيك. وهاد لو سانج هذا كيجذب السياح، اتراكسيون توريستيك كيجيو عندو لي توريست، يعني هنا كيجذب زعما لي توريست عليه واحد الاقبال، راه ملي كتمشيو لواحد البلاصه كتلقاو فيها لي سانج. ليسبيس اي توجوردي مناسي ديكستانكسيون، هاد ليسبيس هاد النوع هذا مناسي مهدد اليوم بالاكستانكسيون، اكستانكسيون الانقراض. سولو لونيون انترناسيونال دو كونسيرفاسيون دو لا ناتور، يعني شكون لا سورس، المصدر هو هاد يو اي اي سي ان، دونك يو اي سي ان لابريفياسيون ديالها. اون كوز، يعني السبب علاش هادشي كامل، اون كوز لا سور اكسبلواتاسيون دي فوري، يعني الاستهلاك والاستعمال فوق الاستعمال ديال لي فوري، يعني واحد ليكسبلواتاسيون استغلال ديال هادشي مفرط. كي غيدو هنا سون ابيتا ناتوريل، كي غيدوي سون ابيتا ناتوريل اللي كيقلص لينا من السكن الطبيعي ديالو فين فجر ما كيبقاش. لو براكوناج ا دي فان ديكسبورتاسيون، يعني لي براكوناج هو الصيد الايليغال، يعني الصيد الغير مشروع، يعني ا دي فان، يعني علاش كتشي كامل اكسبورتاسيون، يعني باش يصدروه ايليغال، يعني غير مشروع فيغ لوروب. اي لانكونسيونس دي، والسبب عاوتاني هو لانكونسيونس، يعني هاد لي توريست ما واعيينش بهذا الشيء، كي نوريس سو بريمات او ديبون دو سا سونتي. En 2016, sur proposition du Royaume et de l'Union européenne, l'espèce a été classée sur l'annexe 1 de la CITE, la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. Moi, moi, c'est je l'ai bien examiné les animaux les menacés d'extinction, disparition rapide, afin qu'ils soient considérés comme très protégés. بالنسبه لهنا دوزيام ايلوستراسيون ريبريزونطون لي ريشوفمون كليماتيك، ريشوفمون كليماتيك والاحتباس الحراري. دونك لا بلانيت، يعني هنا كنهضروا على الظاهره ديال الاحتباس الحراري، يعني الكوكب لا بلانيت دوفري باتر اون 2016 سون ثوازيام ريكور انويل كونسيكوتيف، يعني هذاك السجل الحراري السنوي ديالها. المهم هذيك مشات تمبيراتور سوبيريور دونفيرون 1.2 او نيفو، يعني هنايا كيهضروا لنا على الحراره والارقام وفوقاش تسجلت لنا هذه، وبالنسبه للمستوى غادي وكيرتفع لينا، يعني هذا البخي اندستريال. المهم هذا الشيء مازال غادي تقراوه بالديتاي، هذا الشيء كيهضر على الارقام اللي سجلت لينا، ولكن من بعد غادي تدخلوا لغيشوفمو كليماتيك غيكون عندكم على شكل اكسبوزي. المهم انا كنحاول انا نزيد نشرح لكم اكثر زعما شنو غادي تقراوه. سي سولا سو كونفيرم لو 20 سيكل كونترا 16 des 17 années les plus chaudes constatées depuis le début des relevés en 1880. بمعنى يعني هذا القرن هذا 21 غادي يشهد واحد من تقريبا 16 17 سنه اللي يكونوا اكثر، يعني شود، يعني يكونوا سخونين. علاش؟ بسبب الاحتباس الحراري، يعني ديما حنا الفصل ديال الصيف كيكون عندنا الصيف واخا يجي شهر 9 و10 وباقي الحراره، وما ما كنحسوش كاع فوقاش راه جا الربيع ولا ما جاش، كتبقى يعني الحراره اكثر. مثلا شهر 4 الحراره، 3 الحراره، يعني واخا كتصب الشتاء مثلا اليوم الغدا كيسخن الحال، هادشي كامل بسبب الغيشوف كليماتيك، هاد الاحتباس الحراري. من بعد دخل لواحد لاكتيفيتي تقراوه بالديتاي. اون 2016 لي طوندو دو لا بونكيز ارتيك، يعني في 2016 هذاك الامتداد ديال الجليد البحري في القطب الشمالي اي تي لا دوزيام بلو فيبل جامي اونريجستري، يعني كان هو واحد الادنى مستوى مسجل، يعني 4.14 مليون دونك يعني كيلومتر، هنايا عندنا كيلومتر اون سبتمبر. ابخي سيل دو 2012
dans certaines régions arctiques de Russie. Dans certaines régions, il y a بعض المناطق يعني في بعض المناطق ديال القطب الشمالي روسي روسيا في روسيا كانت لا تمبيراتور اتي سوبيريور يعني كانت درجات يعني هكا اعلى بمقدار 6 حتى 7 يعني درجات مئويه على المعدل الطبيعي يعني اتي سوبيريور يعني هنايا على نورمال يعني المعدل الطبيعي. L'océan Arctique pourrait être libéré des glaces durant l'été d'ici à 2030. يعني هذاك لوسيون يعني المحيط المتجمدين الشمالي بوغي اتر ليبيري دي غلاس يعني يقدر يبقى خالي من داك لي غلاس يعني من الجليد يعني بكثره الحراره داك الجليد غادي يذوب يعني ما غاديش يبقى فيه كاع داك المتجمد صافي ما يبقاش كاع فيه مثلا ديورون ليتي يعني خلال الصيف من مثلا 2030 يقدر صافي هو كثره الغشوف من كليماتيك الحراره يذوب في مره داك الثلج ما يبقاش وهادشي كيسبب لنا انقراض يعني لا ديسباريسيون دي زانيمو وخصوصا لي زانيمو اللي عند داك السكن الطبيعي ديالها اللي كيعيشوا في داك المنطقه. دونك انا عندنا بارسو دون لو موند يعني في جميع انحاء العالم لو ركول دي غلاسي يعني هذاك الركول هو التراجع الركول ديال الانهار داك الجليديه دون لي ماسيف دو تيب البان سي بورسويفي يعني هادشي بقى مستمر يعني السلاسل ديال الجبال يعني بقى فيها حتى العام بوغ لا 36 اني يعني العام 36 دو سويت يعني داكشي متتابع على التوالي. لي كونسونطراسيون دو 3 برينسيبو غازا ايفي دو سير يعني لي كونسونطراسيون هنا كيهضر لينا على داك الغازات داك ديال التركيزات ديال على الغازات هذيك الغازات اللي الغازا اي في سير هما اللي كيسببوا لينا الاحتباس الحراري يعني غازات سامه. اون تاتا اتاني اتاند غوسلون دو نوفو من جديد نوفو سومي اون 2015 بوي 2016 pour avoir la meilleure chance de limiter la hausse de la température يعني باش يكون عندنا واحد لا شونس بان نحدو ليميتي من هاد لا اوس لا اوس هي الارتفاع ديال لا تمبيراتور الحراره ا2 اي ان سي تونتي دو كونتينير لي بلو غراف كونسيكونس وباش ما يكونش عندنا حتى لي كونسيكونس ديال غشوف من داك النتائج لي زيفي نيجاتيف نتائج سلبيه لا كونسونطراسيون موين يعني هذاك الغازات الدافئه ما خصهاش تتجاوز لينا هاد الارقام هادو اللي عندكم المهم تقراو داكشي ديال السيونس سي او 2 و سي او نتوما اللي عارفين هاد الارقام المهم لي سيونس باش ما نقولهمش ليكم ونخطئهم انا اللي بقيت عاقله على السيونس هي سي او 2 شي حاجه اخرى ارقام كيدوخوني. دونك هنا دابا نشوفو لي كيسيون جو ديغاج قالك غادي نستخرج ا بارتير دو دو دوكيمون من جوج هاد لي دوكيمون هادو لو بروبليم اونفيرونمونتال سولوفي يعني نشوفو حنايا نمشيو بالترتيب بعدا نمشيو بعدا للدوكيمون الاول هذا نهبطو على ديك كامله نعمروها عاد ندوزو للدوكيمون الثاني دوزيام دوكيمون. اذا شنو هو البروبليم نعاد نشوفو الثاني شنو هو البروبليم البيئي اللي كاين في الدوكيمون الاول هو لو سانج ماغو اون دونجي هذاك لو سانج في خطر غادي نقارض لانتونسيون دي زوتور يعني لونتور شنو باغي يوصل لنا من هذا الشيء اتيري لاتونسيون يعني كي اتيري جذب الانتباه ديالنا حنا والمسؤولين بهذا الخطر هذا لي زانيمو لي بلو كونسيرني وشكون هما لي زانيمو اللي هضروا عليهم في الدوكيمون الاول هو لو سانج لو بيي اورغانيزاتور دو ليفينمون شكون هو البيي اللي نظم هذا ليفينمون هذا اللي هزينا منو هاد لو كونط غوندي هو لو ماروك راه اصلا قال هنا لي بيي او لي ريجيون كونسيرني وشنو هما الدول ولا لي ريجيون المناطق لي كونسيرني لي هما كيهضروا عليهم المعنيه بالامر دونك هنا قالوا بعدا لافريك دي نور ماروك والجيري وتونيزي هادو اللي تجبدوا لينا يعني ما بين مناطق وما بين دول. بالنسبه للدوكيمون دو عاوتاني نمشيو نفس الطريقه شنو هو لو بروبليم هو الغشوفمون كليماتيك ولا لا اوس ديال التمبيراتور l'intention des auteurs يعني نفس الحاجة علاش هادشي كامل pour attirer l'attention. troisième les animaux les plus concernés هنهضروا لينا بعدا على لورس هذا بلون لو ماروك يعني هنايا فين في البيي اورغانيزاتور ديال هاد ليفينمون في المغرب وهضروا شكون هو البيي والمناطق اللي معنية لا روسي يعني روسيا والاوسيون محيط الاطلس اكسترا ماشي اطلس داك الاوسيون محيط. دونك هنا دوزيام كيستيون جو ديغاج دون لي دوكيمون غنستخرج من هاد لي دوكيمون الوثائق بجوج لي كوز دو بروبليم انفيرومونتال يعني شنو هما الاسباب ديال هاد المشكل. اولا كان عندنا لا ديسباريسيون ديال لي سانج شنو هو الاسباب ديال هاد الانقراض نجبدو بعدا الاسباب يعني الاسباب اللي كتخلي هاد الظاهره هادي التكست الاول هادي عنده علاقه باش بلو سانج. اذا من التكست شنو غادي نجبدو السبب هو لا سور اكسبلواتاسيون يعني داك الاستغلال المفرط ديال لي فوري
لو براكوناج هو داك لا شاس ايليغال الصيد غير مشروع و دي فان دي انا هو الصيد علاش عنده واحد الاهداف اكسبورطاسيون يعني باش يصدروه يعني تصدير باش يصدروه لانكونسيونس دي توريست وبالنسبه لهاد لي توريست ما واعيينش ما عارفينش يعني هادشي شنو هادي بالنسبه للتاكس الثاني عندنا سبب الحراره الارتفاع هو لا بوليسيون التلوث لا فيمي دي زيزين وداك الدخان ديال الوزينات وهادشي كامل كيسبب لينا في الغازا اي فيتير ولو غازا اي فيتير داك الغازات السامه اللي كتخرج لينا. Je propose des solutions à chaque problème environnemental. D'abord, كل problème, كل مشكل غادي نقالو انايا solution حل. مثلا بالنسبه للانقراض ديال داك الحيوانات ديال لو سينج هاني درت لكم هنايا يعني بالنسبه للدوكيمون الاول rendre le monde conscient à leur situation. بالنسبه لهاد الوضعيه ديال هاد لي سينج خصنا بعدا نردو الناس يعني ندير واحد سونسيبيليزي بعدا شكون هادوك المسؤولين ولا اللي كيصيدوا اللي كيديروا داكشي غير قانوني خصير يكونوا هما بعدا كونسيون بالوضعيه ديالو وعاد ان كولابوراسيون افيك لي بوبولاسيون لوكال يعني واحد الاشتراك مع بوبولاسيون داك الناس المحليين الناس اللي ساكنين تما بوغ لوكال يعني محليه بوغ جيغي لي فوغي يعني باش يضبطوا الامور ديال هاد لي فوغي هادي وما يبقاش هاد الصيد هكا عشوائي المهم هذا سوليسيون حل وصافي. ندوزو دابا للبي يعني المشكل ديال الغشوف كليماتيك شنو الحلول اللي ممكن نقترحوا. انا بقينا بالدوكيمون ثاني شونجمون دو كوندويت يعني نشونجيو هاد السلوك ديالنا لا فيلتراسيون دي فيمي دي زين يعني الوزينات داك الدخان اللي كيخرج خصنا نديرو الفيلتراسيون نصفيوهم لا ريدكسيون نقلصو من الغازا اي في تير وليتيليزاسيون دي زينيرجي رينوفلابل نستعملو الطاقات المتجدده بحال لينيرجي سولير.